البارح حكيتوا على عمر الشريف، البارح حكيتوا على عمر الشريف، انا عمر الشريف مشيت حتى سهرت معاه واستدعانا ليلى للكازينو. انا وقت عمري 18 19 سنه، قعدت البارح فكرتوني في حاجات ما غرمكش بالجبال، لعبت معاه هو كان كل ليله ياسر في البلاصه اللي نغني فيها انا. شخصيه محلاها متواضع على الاخر، قداش هو سكسي والناس كل تتصور معاه، هو متواضع تواضع. ليه تتصور انه قال انا ما نستحقش الكاشي الكبار هذوما؟ تصور ما لا لا شوف لا. سامي هو الفلوس راهي تصب عليه من كل شيء، مش في بالك. هو ساعات يجي واحد من الامراء وحنا نعرف هذا، يجي واحد من الامراء باش يتصور معاه ولا باش يسهر معاه، يلزمه يعطيه كادو اللي هو انت يليق به طبعا. احنا قلت هزنا قال جا وكملوا استدعاكم مش تصور معاه، مشينا كازينو وسهرنا معاه شويه وحاجه حلوه برشا. ما ربحت شيء بالكازينو، انا عمري وقتها ما با 19 انا ما خلونيش ندخل في الاول الا ما هو دخلني، لانه قاعد يغزروا لي انا في اخر شويه. ما عندكش 20 سنه عمرك.